السلام عليكم خاوتي خواتاتي، ان شاء الله كاملين تكونوا بخير وكاملين تكونوا اون بون سونتي خاوتي خواتاتي في هذا اليوم يعني اللي لازم يكون حداد على العالم كامل. ان شاء الله ربي سبحانه يعني يكون مع اخواننا في لبنان، وان شاء الله ربي سبحانه يشفي المرضى والمصابون، وان شاء الله يرحم جميع من واحد مات، ان شاء الله ربي يغفر له ان شاء الله، وان شاء الله ما نشوفوش مثل هذا الصور في اي بلد كان. يعني صور هذه تاع الانفجار هذا اللي شفناهم في لبنان من اقوى الانفجارات في العالم على حسب ما اعتقد، لانه انا ولا مره شفت انفجار في حياتي حتى في يعني مصور. ممكن حثوا مثل هذه الانفجارات في العراق ولا في غزة، حتى في الجزائر وحثوا العديد من الانفجارات، ولكن يعني الانفجار هذا كبير بزاف، يعني كبير كبير بزاف واحد درجة لا توصف. في فلسطين تحدث انفجارات يعني ولكن واضح المصدر تاعها، يعني سواء عن طريق الصواريخ او عن طريق يعني قنابل الى اخره، وتكون انفجارات يعني في مكان محدد ومحيطها يكون صغير، ولكن الانفجار هذا اللي شفناه في لبنان يعني غير مسبوق صراحة. انا عن نفسي اتكلم، اول مرة اشوفه يعني تصوير الفيديو كان بعيد من مكان جد بعيد، وصل يعني الانفجار الى مكان يعني التصوير، وقال لك الحمد لله انه نفس قوة الانفجار يعني راحت الى البحر. فتخيلوا معي لو ما كانش البحر، يعني لكانت لو كان يعني المحيط تاعه كله بر، يعني لكان الخسائر اكبر ولكانت تكون الارواح المحسودة اكثر. المهم الفيديو هذا وصلني يعني لعروس كانت في فوتوشوت، كانت تصور يعني في اثناء وقوع ذلك الانفجار، وفي خلال تصويرها لعرسها يعني وصور اللي كانت تاخذ فيها، يعني شاهدوا معي ما الذي حدث. يعني رابط الفيديو موجود في الديسكريبشن بوكس خواتي اخواتاتي، شوفوا معي. انا راي تصور باللباس الابيض، شوف تسألوا معي الكاميرا كيف تحركت بهذه الطريقة. الكاميرا هو ماسكها يعني صاحب المصور، وفيها ستابيليزاتور يعني هذاك المثبت تاع الكاميرا، على ذاك يعني ما كاش اهتزازات في الكاميرا مثل الكاميرات اللي يسجلوا بها الكليبات ويسجلوا بها يعني الافلام. شوف يعني طريقة هو يجري هذا الانسان يكون في حالة رعشة ولكن هي تكون ثابتة، سبحان الله العظيم. طبيعة الحال الموسيقى هذه مشغلة وليس يعني مفتعلة في الوقت هذا. شو الانفجار هنا أثر عليهم، الحمد لله انهم كانوا يعني محاطين يعني بالجدران. يعني المهم صور مثل هذه مؤسفة جدا، واتمنوا انه ما نزيدوش نشوفوها. وصراحة يعني انا عن نفسي اتكلم تأثرت، لاني شفت العديد من الصور، يعني اطفال صغار في بيوتهم في مكان عملهم في الشوارع في البلكونات في البحر، يعني حتى في البحر اصيبوا. يعني صراحة صور رهيبة جدا ومريعة، وان شاء الله ما نتمنى لاي واحد يكون في مثل يعني هذا الموقف. وخوتنا لبنان نحن نعلن تضامننا معكم، يعني اي حاجة محتاجينها ومرحبا بكم، يعني راح نساعدكم بالشيء اللي نقدروا عليه، سواء يعني دعايات سواء حملات تبرعية سواء يعني اي حاجة اي شيء نريد نقدر يعني نساعدكم به راح نساعدكم به بالقلب الصافي وبالضحكة، يعني وعلى العين وعلى الراس، يعني انتم في قلوبنا ونحن معكم ونحن شعب واحد ونحن امة واحدة. صراحة تأثر تاعي هذا يعني فاق كل التوقعات، ما كنتش متوقع انه راح يكون، يعني لما شفت العنوان ما كنتش متوقع انه الانفجار هذا كبير بهذه الدرجة. وانا يعني اقولها وبصوت واضح ان هذا الانفجار يمكن ان يكون الاكبر في اي دولة عربية يعني على مر التاريخ. يعني هذا رأيي انا على حسب وشفت، يعني امره كبير جدا والله العلي العظيم، والعلم لله يبقى العلم لله، وان شاء الله ربي سبحانه يعيد يعني بناء هذا لبنان، يوفق اللبنانيين في اعادة بناء بلدهم خاصة هذه المنطقة التي تأثرت، وان شاء الله يا ربي يعني يكون مع عائلات الضحايا المنكوبين. يعني ان شاء الله ربي سبحانه يشافي المرضى ويرحم الموتى واي عائلة فقدت يعني ممتلكاتها المادية، ان شاء الله ربي سبحانه يعوضهم احسن تعويض يا ربنا. ولكي نرتاح ونقول بأن العالم هذا مكان جميل، لأنه يعني لما توقع أمور مثل هذه تكره الحياة وتكره يعني العالم اللي رانا عايشين فيه، راح نشوفوا مجموعة من الصور يعني في أماكن جد مريحة في العالم، ونتمنى ويتمنى أي واحد يشوفها أنه يزورها. شاهدوا معي أخوتي أخواتي سنسافر بداية الرحلة من هذا الغابة في وسط يعني الأشجار، التصوير أيضا عن طريق ستابيليزاتور يعني مثبت الصورة ومثبت الكاميرا. العالم هذا فيه مجموعة كبيرة من الأماكن، ننصحكم أنكم تشاهدوا هذا الفيديو في 4K، رابطه موجود في الديسكريبشن بوكس، لأنه الكواليتي تاعه الآن هي ليست يعني كلها،
ولكن يعني راح نروح ونزور أماكن جد جميلة. شوف الغابات هذه تاع الأفلام وغابات مثل هذه يعني تاع المسلسلات اللي نشوفوها يعني، ولا الرسوم المتحركة اللي كبرنا بها ونشوفوها، ولكن هذه الغابات هي حقيقة موجودة في العالم، وغابات يعني عذراء وفيها مجموعة كبيرة من الثروات، من مياه، من حطب، من أعشاب، من حيوانات، يعني ثروات عديدة. العالم هذا فيه وعليه، يعني فيه أماكن جميلة وثروات كبيرة، وفي نفس الوقت فيه مخاطر وفيه أزمات بإمكانها أن تحطم أي إنسان في أي لحظة من اللحظات. يعني شوف الجمال، أزرق وأخضر وأبيض، يعني ألوان ممزوجة بطريقة وبشكل رائع وجميل جدا. بسم الله ما شاء الله على العالم هذا. إن شاء الله ربي سبحانه يحفظ أي بلد، إن شاء الله ربي سبحانه يحفظ أي عالم، أي دولة من الدول، يعني من خاصة الدول المظلومة، يعني إن شاء الله ربي يحميها وينصرها يا ربي، لأنه حرام تكون هناك يعني حروب، لأنه السياسة وصلت إلى مرحلة من المراحل وين كل الرؤساء يلتقون وكل الرؤساء يعني يتكلمون مع بعضهم بعض. شوف الجمال يعني، وفي نفس الوقت يعني كيف لهم ألا يقدروا أن يتوقفوا عن نهب الثروات في بيناتهم، يعني ويتحاربوا فيما بيناتهم في وقت يعني هذيك الأموال اللي تروح للحروب بإمكانها أنها يعني تروح إلى الشعوب الفقيرة، ويحدث اتزان وما راحش تبقى يعني حروب ومشاكل بين الدول. يعني الأمر صعب جدا أنك تكلم فيه، ولا أمر جدا صعب جدا هذا الأمر أنك يعني تحققه، ولكن شوف الجمال تاع الأرض هذه. شوف هذه بإمكانك أنك أنت تعتقد أنها طاولة أو شيء من هذا القبيل، ولكنها مياه يعني في وسط الرمال كما تشاهدون أعزائي المشاهدين. شوف المياه هذه ومكانها يعني وطريقة يعني سبحان الخالق، طريقة يعني شوف تشكلها، طريقة يعني جد غريب، وكأنك فوق طاولة الأكل يعني، والله العظيم شوف سبحان الله العظيم. يا خالق اللهم احمينا واحمي بلدنا هذا، واجعل هذا البلد آمنا يا رب العالمين. صراحة يعني صور رائعة، أماكن جد جميلة في العالم تخليك يعني ما تفقدش الأمل في هذه الحياة. وفي نفس الوقت عزيزي المشاهد أريد أن أوصل لك رسالة، يعني الحياة هذه صح حبينا وتعلقنا بها وعشنا، ماذا بينا ربي سبحانه يزيد يطول في عمارنا، ولكن لابد لنا أن نعرف بأنه يعني هذا الأمر كله بيد الله عز وجل، والله هو اللي قادر على كل شيء، واللي يتحكم بعمارنا ويتحكم يعني بحياتنا. لذلك احنا ملجأنا هو الله، وندعو الله ونصلوا إلى الله وندير الأعمال الخيرية في وجه الله وفي سبيل الله، من أجل يعني أن الله عز وجل يحمينا وينصرنا ويبعد علينا كل الابتلاءات. ما حدث اليوم في لبنان هو ابتلاء من عند الخالق، لذلك اللهم انصر لبنان على هذا الابتلاء، واللهم ارفع عن هذا الابتلاء. يعني ما كفتناش كورونا والأزمة الاقتصادية وزيد يعني تفجيرات، إن شاء الله يا رب العالمين احفظ جميع البلدان المسلمين واحفظنا يعني أينما كنا يا رب. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، كان معكم جزير زين وأمش. Peace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.